يدخل الذكاء الاصطناعي في العديد من الصناعات في أيامنا الحالية، وبلا شك هو المستقبل القريب على صعيد صناعة السينما. لا يمكن أن نحصي الجوانب التي يتضمن فيها الذكاء الاصطناعي ويؤثر فيها بشكل عميق على هذه الصناعة، لكن سنحاول أن نستعرض بعض هذه الجوانب ومزايا وسلبيات الذكاء الاصطناعي في الصناعة السينمائية من خلال هذه الفقرة في السينما والناس. بالنظر إلى التغييرات التي شهدها العالم في مجال التكنولوجيا وتوظيف الذكاء الاصطناعي في المجالات والصناعات المختلفة، صناعة السينما لا تقف بعيدة عن التأثير الذي أحدثه الذكاء الاصطناعي، حيث أصبح الاعتماد عليه أحد عوامل القوة بالنسبة للمنتجين في تحسين الإنتاج، سعياً نحو الجودة والسرعة والكفاءة وحتى تقليل تكاليف الإنتاج. يلعب الذكاء الصناعي دوراً هاماً في عملية إصلاح أي خلل تقني على مستوى الصورة والصوت، بدلاً من الطريقة اليدوية التقليدية التي تعتمد على الملاحظة البشرية. وينبغي التنويه هنا إلى أن الذكاء الاصطناعي في مجال الأفلام مثل غيره من المجالات يعتمد على 3 عناصر رئيسية، وهي تحليل البيانات والتعلم الآلي، أي الضبط الآلي لعملية فرز هذه البيانات، وأخيراً توظيف هذه المخرجات. وإذا طبقنا هذا على مجال إنتاج الأفلام، نجد أنه يدخل سيناريو الفيلم إلى برامج الذكاء الاصطناعي ليقوم بتقييمه آلياً بدلاً من أخذ الانطباع من المشاهد قبل العرض، ويقوم البرنامج بتحديد نسبة العنف أو الألفاظ أو المشاهد الأخرى أو الخروج بتوصيات، سواء بتخفيف أو ترك هذه النسبة أو المشاهد بحسب المعايير التي تمت برمجته عليها مسبقاً. وربما الدور الأهم للذكاء الاصطناعي في مجال الأفلام هو مشاركته في عملية تأليف وكتابة نصوص الأفلام، فعند تغذية برامج الذكاء الصناعي بمئات أو آلاف سيناريوهات الأفلام التي حققت رواجاً جماهيرياً كبيراً والتي حصدت جوائز هامة، تستطيع هذه البرامج أن تقدم نصوصاً شبيهة اعتماداً على عملية الهضم والاستيعاب لقواسم النجاح المشتركة التي أوصلت هذه الأفلام لهذا النجاح. ولذلك فإن كثيراً من نصوص أفلام هوليوود تعتمد في تأليفها على هذه الآلية، الأمر الذي ينطبق على تحويل الأعمال الأدبية إلى أفلام ومسلسلات. يمكن أن يتعدى الأمر أيضاً في جوانب الإنتاج، ويشمل اختيار مواقع التصوير واختيار الممثلين أنفسهم، كما يشمل أيضاً اختيار نوعية وموضوع ومحاور المسلسل أو الفيلم أو النطاق الجغرافي المستهدف بالإنتاج. ولذلك نجد أن كل الأفلام على هذه المنصات الإلكترونية ليست متاحة في كل البلدان وفي كل النطاق الجغرافي، ولكن يمكن أن تكون نسب نجاح وانتشار مسلسلات وأفلام هذه المنصات كبيرة جدا بعكس الإنتاج العادي الذي لا يعتمد على كل المعلومات التي يقدمها الذكاء الاصطناعي. يمكن أن تكون هناك بعض السلبيات للذكاء الاصطناعي في مجال الأفلام، منها فقدان بعض الوظائف. قد يؤدي تحسن الذكاء الاصطناعي إلى فقدان بعض وظائف البشر مع الوقت، خاصة في المهن التي يمكن التغلب عليها بالكمبيوتر، وفي السينما يمكن أن ينطبق ذلك على وظائف الفنيين في مجال الكتابة والتحرير والمراقبة والتصنيف وإدارة مواقع التصوير. يمكن أن يحدث أي خطأ برمجي تدمير لخوارزميات الذكاء الاصطناعي، ويمكن أيضاً أن يتسبب في خسارة كبيرة للمعلومات، أي أنه بدل أن يسهم في عملية الإنتاج وتحسينها يقوم بتعقيدها بسبب بعض الاختلالات البرمجية. وأيضاً فيما يتعلق بتكاليف الاستخدام، قد يتطلب تصميم وتطوير الذكاء الاصطناعي تكاليف باهظة، مما يجعله غير متاح لكل الناس والشركات. لذلك قد تستخدم بعض شركات الإنتاج نماذج وقوالب منقوصة، مما يؤثر على الجودة النهائية للعمل السينمائي.